باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر صموئيل الثاني إصحاح 18، وصلنا لعدد 13. أفكركم كان في حرب بين جيش أبشالوم وجيش داود، ويمكن دي من أصعب التجارب اللي عدت على داود النبي، إن ابنه يعني يقف قصاده، مش بس يكرهه، يتمنى موته، يتحداه. صعب مهما كان على أب، كلام ده صعب أوي. إنما كأب فضل يوصي ناسه ترفقوا لي بالفتى أبشالوم. وبعدين انتوا عارفين إنه أبشالوم بسبب قسوة قلبه وخطيته، ربنا سمح إنه يتعلق في البطمة شجرة كده ملفوفة بسبب شعره الطويل الغزير اللي كان بيفتخر بيه، اتشعلق فيه كده وبقى في الهوى، فبقى يعني مجال سهل لسهام العساكر. لو رجعنا كده ايتين، قال يؤاب للرجل الذي اخبره: انك قد رايت، لماذا لم تضربه هناك الى الارض؟ وعلي ان اعطيك 10 من الفضه ومنطق. قال الرجل ليؤاب: لو وزن في يدي 1000 من الفضة لما كنت أمد يدي إلى ابن الملك، لأن الملك أوصاك في آذاننا أنت وأبي شاي وأتاي قائلا: احترزوا أيا كان منكم على الفتى أبشالوم، وإلا فكنت فعلت بنفسي زورا، إذ لا يخفى عن الملك شيء وأنت كنت قد وقفت ضدي. فقال يؤاب: إني لا أصبر هكذا أمامك. فأخذ 3 سهام بيده ونشبها في قلب أبشالوم وهو بعد حي في قلب البطمة، وأحاط به 10 غلمان حامل سلاح يؤاب، وضربوا أبشالوم وأماتوا. البعض بيقول أن يؤاب عشان ما يبقاش هو المسؤول عن موت أبشالوم لوحده، أشرك معاه 10 من صبيانه في قتل أبشالوم، تقوم تتوزع الجريمة عليهم كلهم، فيبقى داود مش عارف ياخد حقه من مين. يعني هي حيلة عسكرية برضو عشان يؤاب ما يبقاش هو المدان فقط بقتل أبشالوم. وضرب يؤاب بالبوق فرجع الشعب عن اتباع إسرائيل لأن يؤاب منع الشعب. وأخذوا أبشالوم وطرحوه في الوعر في الجب العظيم، وأقاموا عليه رجمة عظيمة جدا من الحجر. إن كان حد من ولاد الملوك يموت بيبقى له بقى زفة كبيرة وكرامة في موته ودفن بوقار، كل ده راح على أبشالوم. كأن أبشالوم بسبب خطيته يعني أفقد نفسه هذه المكان، ضيع على نفسه لقب ابن الملك وكرامة ابن الملك حتى في موته، ودفن دفن كده بتاع العساكر اللي بتموت في الحرب، وهرب كل إسرائيل كل واحد إلى خيمته. وكان أبشالوم قد أخذ وأقام لنفسي وهو حي النصب الذي في وادي الملك، لأنه قال: ليس لي ابن لأجل تذكير اسمي، ودع النصب باسمه وهو يدعى يد أبشالوم إلى هذا اليوم. الإنسان الروحاني ما يفكرش كتير بعد ما يموت هيحصل إيه، يفكر بس في مصيره الأبدي. في ناس من كتر عشقها لنفسها وكبريائها تقعد تفكر في يوم جنازتها وهيقولوا الناس عليها إيه، والهرم اللي هيتعمل على اسمها، أو المسلة أو النصب اللي يتقال عليها. ده من كتر ما الواحد يبقى معجب بروحه ممكن يقعد يعيش أحلام حتى بعد موته في تمجيد نفسه. إنما الشخص الروحاني ولا يفرق معاه يدفنوه إزاي ولا يتحط فين، هو كل اللي يفرق معاه ساعة ما يمشي هيقابل ربنا إزاي وإيه مكانه الحقيقي في السماء. إنما الكبرياء البشري يضلل الإنسان لدرجة إنه يحلم بأمور مجد باطل، يعني ده عمل نصب لنفسه عشان يبقى له اسم بعد ما يموت. طب ويفرق معاك ايه الاسم؟ ايه قيمة الاسم اللي يفضل على الارض؟ النهاردة مين هيفتكر أبشالوم بالخير بعد اللي عمله؟ شوف واحد زي ابونا ابراهيم ولا اسحاق ويعقوب، يقول يعني ما كانوش بيفكروا خالص في حاجة في الارض، ولا بنوا ولا اشتروا ولا عمروا، لانهم كانوا ينتظرون المدينة التي لها الاساسات التي صانعها وبارئها هو الله.
اللي كانت عينيهم في السماء ومفكروش حتى كده في مترين في الأرض، دول للعالم كله لغاية النهاردة فاكرهم وليهم مجد في السماء وفي الأرض. الناس اللي انشغلت تعمل لنفسها اسم كبير في الدنيا بيتنسوا وبيهملوا وضيعوا على نفسهم حياتهم الأبدية. يقول لأجل تذكير اسمي، واحد من عشقه لاسمه عمال مشغول كده يمجد في اسمه. وقال أخي معص بن صادوق: دعني أجري فأبشر الملك لأن الله قد انتقم له من أعدائي. أخي معص ده ابن الكاهن، الكاهن الشاب اللي كان يعني مرسال وقت هروب داود، دلوقتي عاوز يروح يبشر داود يقول له شعبك انتصر والملك هيرجع لك، وهم كلهم أحباء داود فحسين ربنا نصره، ومش قادرين يفكروا في حكاية أبشالوم ابنه دي. هم كل اللي شايفينه واحد عمل ثورة على الملك وربنا ايه كرم الملك وأقمع الثورة ويرجع داود ملك تاني، وده اللي عجبهم يعني. لأن الله قد انتقم له من أعدائه، حتى مش بيقول له طبعا ابنه ولا حاجة. فقال له يؤاب، طبعا يؤاب فهم نفسية داود، عارف ان داود مش هيبقى فرحان بالنصرة قد ما هيكون زعلان على أبشالوم، وده قلب أب مهما كان نصرة ايه وإنجازات ايه إذا كان ابنه يروح. فقال له يؤاب: ما أنت صاحب بشارة في هذا اليوم؟ يعني أنت راجل كاهن وراجل محبوب، ما تضيعش إيه دورك، طول عمرك بتقول كلام كويس، النهاردة هتروح تقول خبر وحش، مش يومك يعني. اليوم ده بالنسبة لداود مش يوم حلو، إن كان بالنسبة لنا يوم حلو عشان انتصرنا، بس بالنسبة له مش هو ده. فقال له ما فيش داعي أنت تروح، في يوم آخر تبشر، وهذا اليوم لا تبشر من أجل أن ابن الملك قد مات. إذا يؤاب كان فاهم، الواحد يستغرب من يؤاب، يعني أنت عارف أن داود مش هيعرف يفرح أبدا بكل اللي حصل طالما ابنه مات، موت يؤاب ليه؟ موت أبشالوم ليه؟ يعني هنا تحس أن يؤاب قلبه قاسي برضه، يعني عارف كويس أن داود قلبه هيتفطر على ابنه، إنما ما يهموش، هو عاوز يخلص من أبشالوم وينتقم، وجاية كمان كرامة لنفسه كقائد جيش، مش ممكن اللي تحدى الملك يعيش. وقال يؤاب لكوشي، كوشي ده غالبا واحد من الزنوج، الكوشيين هما بتوع أثيوبيا والصومال وجنوب السودان: اذهب واخبر الملك بما رأيت. فسجد كوشي ليؤاب وركض. وعاد أيضا أخي معص بن صادوق فقال ليؤاب، أخي معص ده إنسان طيب، بعد شوية سكت وبعدين قال له برضه عاوز أروح، نفسي أنا اللي بشر الملك، مش قادر يبص على الناحية الوحشة في الموضوع، بيبص على الناحية الجميلة إنه في انتصار وفي فرحة. فابتدى يزن تاني: دعني أجري أنا أيضا وراء كوشي. فقال يؤاب: لماذا تجري أنت يا ابني وليس لك بشارة تجازة؟ فقال: مهما كان أجري. فقال له اجري. فجرى أخي معص في طريق الغور وسبق كوشي. أتاري عارف سكة مختصرة كده وخرم منها عشان يوصل بسرعة يبشر الملك. البعض ممكن يقول أن أخي معص حب أنه يوصل الخبر السار الأول قبل ما يوجع قلب الملك بخبر وحش، فيروح يقول له انتصرنا وبس، وهيجي عند خبر ابنه حصل له إيه يقول معرفش، فيقوم يهون شوية الخبر، ما يوصلش الخبر كده كالصاعقة مرة واحدة على قلب داود، لأن داود ما يشغلوش خبر الانتصار بقدر ما يشغله أبشالوم، لأن عارف أن يؤاب مش سهل. وكمان داود كان عارف أن ربنا هينتقم من أبشالوم، داود فاهم ربنا أنه اللي يتحدى ربنا إلى هذه الدرجة وما يقبلش التوبة كل السنين دي عقاب وحش. فقال: مهما كان أجري. قال له اجري. فجرى أخي معص في طريق الغور وسبق كوش. وكان داود جالسا بين البابين وطلع الرقيب إلى سطح الباب. تفكرنا بقصة الابن الضال لما أبوه كان إيه يعني قاعد دايما عند الباب كده باصص على السك، لأن الكتاب بيقول إذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه، معنى كده أن عينه على الطريق طول الوقت. إنما فرق كبير قوي بين القصتين، بين الأب في الابن الضال اللي قعد سنين مستني ابنه وأخيرا لقى راجع وفرحة بقى ما بعدها فرحة، وطلع يجري عليه وخده في حضنه وبكى،
وبين بقى الأب داود اللي مستني الخبر، وللأسف بدل ما يرجع ابنه حي قالوا الخبر السيء انه ابنه هلك. كان داود جالسا بين البابين، وطلع الرقيب الى سطح الباب الى السور ورفع عينيه ونظر، واذا برجل يجري وحده. في الاول اللي هيقرب الاول ده اخي معز. فنادى الرقيب واخبر الملك، فقال الملك ان كان وحده ففي فمه بشار. يبدو ان داود مش عاوز يصدق الخبر الوحش، فقال ايه، بدل واحد جاي يجري يبقى معاه خبر حلو، لان غالبا اللي معاهم خبر وحش مش هيجوا يجروا، هيجوا كده ايه جروا رجليهم يعني، ويمكن يجي مجموعة مع بعض لو خبر وحش، انما واحد يجري بحماس كده يبقى ده خبر حلو، فهو عاوز يعني يتفائل، فبيقول بدل جاي يجري ولوحده يبقى الخبر كويس. التعلق بالأمل قد كده قلب الأب لما يكون متعلق بأي أمل. فنادى الرقيب وأخبر الملك، فقال الملك إن كان وحده ففي فمه بشارة، وكان يسعى ويقرب. ثم رأى الرقيب رجلا آخر يجري، لقى واحد بعدين مسافة كده، هم شايف من فوق بقى، من فوق الحصن ده بيتفرجوا على السكة من بعيد. فنادى الرقيب البواب وقال هو ده رجل يجري وحده. فقال الملك وهذا أيضا مبشر. ما هو طب ايه معناها واحد تاني بيجري، كان لازم يقلق بقى، انما هو مش عاوز يفكر في حاجة وحش، برضو لازم معاه خبر حلو. وقال الرقيب لما قربوا شوية، الجدع العسكري اللي بيراقب ده عينيه بقى يعني بتشوف كويس، فقربوا خطوتين، اني ارى جري الاول كجري اخي معص بن صادوق. ما هو ده المرسال بقى المشهور. فقال الملك هذا رجل صالح ويأتي ببشارة صالحة. قال بس ده كويس كده، الراجل ده دايما يقول كلام كويس. كل ده تلاحظوا انه بيعزي نفسه، مش عاوز يفكر في النتيجة الوحش. فنادى اخي معص وقال للملك السلام. وصل بقى اخي معص وسجد للملك على وجهه الى الارض وقال مبارك الرب الهك الذي دافع القوم للذين رفعوا ايديهم على سيد الملك. أصحاب البشارة عامة يبدأوا بشكر الله. اللي عنده كلمة حلوة دايما نقول نشكر ربنا وبعدين يقول الخبر الحلو. ليه؟ لأنه مش بس الخبر حلو، هو ما أحلى في الخبر إن ده عطية من ربنا، دي نعمة من ربنا. فلو مزجنا كل الأخبار المفرحة بمقدمة كده تنسب الفضل لله نبقى فعلا مبشرين. فقال له مبارك الرب إلهك الذي دفع القوم الذين رفعوا أيديهم على سيد الملك، ولك إن الملك داود سمحك. فقال الملك السلام للفتى أبشالوم. قال أخي معص قد رأيت جمهورا عظيما عند إرسال يؤاب عبد الملك وعبدك ولم أعلم ماذا. مرضاش يقول، ما قدرش يجاوب على السؤال ده، لما لقاه مش بيفرح حتى بالخبر، ما بينفعلش أي انفعال. طب ده كان ممكن كلهم يموتوا وكانت تبقى خراب جامد وكانت تبقى هزيمة نكراء وكان مش قادر ينفعل. كل اللي شغله أسلام للفتى أبشالوم، فسكت وقال له أنا مش عارف، أنا أصلي كان يؤاب حواليه زحمة كتير فما تقصتش يعني الأخبار، وبعت عبد وأنا بس قلت أجي أنا أقول كمان، يعني أشار إن في واحد تاني هيبشر عند إرسال يؤاب عبد الملك وعبدك ولم أعلم ماذا. فقال الملك دور وقفها هنا. قال له طب أقف جنب تعالى لما نشوف الأخبار. فدار ووقف وإذا بكوشي قد أتى، وقال كوشي اللي هو العبد الأسمر يعني، ليبشر سيد الملك لأن الرب قد انتقم لك اليوم ومن جميع القائمين عليك. تلاحظوا فرق البشارة، الأولاني قال ربنا ونسب الفضل لربنا، الثاني جاب الخبر على طول، قال له لأنه هو مش رجل الله زي أخي معص يعني. يبشر سيدي الملك الرب قد انتقم لك اليوم من جميع القائمين عليك. فقال الملك لكوشي أسلام للفتى أبشالوم. فقال كوشي ليكن كالفتى أعداء سيدي الملك، زيه زي غيره من الأعداء يعني هلك.
وجميع الذين قاموا عليك للشر. فانزعج الملك وصعد إلى علية الباب وكان يبكي ويقول هكذا وهو يتمشى: يا ابني أبشالوم، يا ابني، يا ابني أبشالوم، يا ليتني مت عوضا عنك يا أبشالوم ابني، يا ابني. طبعا مرثاه قصد الكتاب المقدس يحطها كده عشان يهز قلوبنا على داود وهو يرثي ابنه، لأن إن كان داود يعني المحبوب، داود يعني المحبوب وهو محبوب لدى الله، إنما مش معنى أنه محبوب أنه مش هيشوف أيام صعبة في الدنيا، مش معنى أنه محبوب أن حياته تمشي سهلة. في نفس الوقت لأنه قلبه حسب قلب الله، يمكن ربنا حب يورينا قد إيه هلاك أي شخص يحزن ربنا. إحنا ساعات نتصور أن واحد هلك بشره دي حاجة عادية يعني، ويمكن الناس اللي في الدنيا من كتر ما الشرير ده تعبهم يعني يوم ما يهلك يقولوا أخيرا. إنما إذا واحد بصلها بقى من منظور تاني، إن كل البشر دول أولاد الله، وإن ربنا لا يشاء أن يهلك أحد، كم يحزن قلب الله الطيب على كل أبشالوم. ما فيش حاجة تفرح ربنا زي رجوع الخطاة، وما فيش حاجة تحزن قلب الله زي هلاك خاطي واحد. مهما كان عمل، مهما افترى، مهما ظلم، كان يتمنى داود ورب داود ان أبشالوم يعقل ويتوب ويتعدل بأي درجة، انما النتيجة دي لا فرحت داود ولا فرحت ربنا. فالرثاء المكتوب ده يا ابني يا ابني، يعني عشان يورينا قاعدة ان قلب الاب ما بيتغيرش. أبشالوم عصاه وخانه وأهانه وتطاول عليه وطلب موته، وحد حب ياخد مكانه يعمل اللي يعمله، إنما يظل داود أب كأب ما بيتغيرش. أبشالوم بالنسبة له هو العيل اللي شاله على أيديه في يوم من الأيام ولعب معاه كطفل، هو مش هيكبر، مش هيكبر، هيفضل أبشالوم الابن المحبوب مهما عمل. طبعا شيء صعب، يعني قصة مؤثرة ومحزنة، لكن بتورينا حاجة إنه هلاك أي شخص يحزن قلب الله، وأن ربنا مش بيفرح في هلاك الأشرار. لألا حد يتصور كده يعني أن ربنا بيفرح لما الناس تهلك، لا لا، ربنا لا يشاء أن يهلك أحد. فإن كان حد بيهلك بإصراره بعنده، ده يحزن ربنا، ده ما يفرحش ربنا. كان يبكي ويقول وهو يتمشى: يا ابني أبشالوم، يا ابني، يا ابني، يا ليتني مت عوضا عنك. طبعا التعبير ده كمان يورينا كده مسبقا قبل المسيح بألف سنة لماذا مات المسيح عنا، لأنه مات لكي لا نهلك. يبقى ربنا يسوع له المجد، إذا كان داود وهو بشر اتمنى أنه يفدي ابنه في لحظة، إذن مش غريب على ربنا له كل المجد ومصدر كل حب أنه يشتهي فداء البشرية، أنه هو يموت عشان إحنا نعيش. فأخبر يؤاب هو ذا الملك يبكي وينوح على أبشالوم. طبعا لسه يؤاب راجع بالجيش بقى، هو بعت البشارة دي بس، إنما هياخدوا وقت عمالين يجمعوا حالهم ويرجعوا. قالوا له بقى: حاسب حاسب، ما ترجعش بهيصة، ده الملك عملها مناحة، وده استقباله للخبر كان صعب قوي. فطبعا يؤاب بقى اتكبس يعني، وكان فاكر انه داخل بقى ايه هيحيوه، لانه يعني قائد منتصر. هو ذا الملك يبكي وينوح على أبشالوم. فصارت الغلبة في ذلك اليوم مناحة عند جميع الشعب، لان الشعب سمعوا في ذلك اليوم من يقول ان الملك قد تأسف على ابنه. برضه هنا رسالة عاوز أقولها لكم: حسب للواحد في حياته يعمل إنجازات وينجح ويتمجد في الدنيا ويفقد واحد من أولاده روحيا، أصعب حاجة. مهما كنت غلبت في الدنيا، مهما عملت لنفسك اسم، مهما يعني ربنا أكرمك في حاجات كتير، إلا أولادك لو بعدوا عن ربنا ما
مفيش طعم لأي نجاح ولا لأي إنجازات ممكن تكون عملتها، وتتحول الغلبة اللي هي مجموعة الإنجازات اللي الواحد عملها في الدنيا إلى أسف شديد. أي أب وأي أم مهما عملوا من إنجازات إلا إنسان واحد من ولادهم يبعد عن ربنا، دي بقى اللي تمررهم وتضيع حلاوة أي حاجة عملوها طول حياتهم. طبعا لا شك أن وراء الدموع والأسف في مشاعر توبة. مش ممكن داود هينسى أنه متسبب ولو جزئيا في هذه النتائج. ما يقدرش داود ينكر أن الخطية اللي عملها والمؤامرة اللي عملها زمان والقتل اللي قتل بيه واحد من رجالته وكل الغش اللي عاش فيه فترة دي نتيجته. فأسفه هنا لا يخلو من مرارة، مرارة الإحساس أنا السبب. وده أحيانا بيكون أصعب ما في التجارب، لما الواحد يكون حاسس أنه هو متسبب جزئيا في اللي هو فيه بسبب خطاياه أو تجاوزاته. وتسلل الشعب في ذلك اليوم للدخول إلى المدينة كما يتسلل القوم الخجلون عندما يهربون في القتال. يعني الناس ما بقتش عارفة دول انتصروا ولا دول اتغلبوا، دول داخلين داخلة كده زي اللي مغلوبين. ما هو رجوع جيش منتصر غير رجوع جيش مهزوم. إنما بسبب حزن داود على ابنه دخلوا البلد وكأنهم مهزومين، يتسللون كده مش عاوزين يحكوا. برضو ده اللي يدل على قد إيه بيحبوا داود ومتعاطفين معاه. كان ممكن أي عسكري هايز يقولك أنا مالي، كفاية إن احنا رجعنا بالسلامة وانتصرنا. إنما هم كلهم نسيوا فرحة النصرة وتركيزهم إزاي داود تعبان، لا خلاص يبقى كله تعبان زيه. عندما يهربون في القتال وسطر الملك وجهه، يعني شايفهم داخلين وراجعين بدل ما يفرح ويقول لهم حمد لله على السلامة، لأن كل دول كانوا ممكن يموتوا دي حرب، وكل دول ولاده يعتبر أو رجالته. وصرخ الملك بصوت عظيم يا ابني أبشالوم يا أبشالوم ابني يا ابني، وبيولول كده. طبعا وجع قلبهم كلهم، بس دي برضو تفكرنا بإيه؟ بحكاية يترك 99 ويذهب يبحث عن الخروف الضال. طب دول 99 واحد كويسين مش قادر يحس بيهم، واحد بس ضايع وجع القلب، الباقي ده كله كويس أو بعدين، بس ده ابني ما يقدرش، محدش يقدر يحط ابنه واحد على رقم، ما ينفعش يفضل الابن بغلاوة الدنيا كلها. ما ينفعش تقول ما أنا عندي منه كتير، ما فيش حاجة اسمها كده في المحبة الصادقة، ما يتعدش كرقم أبدا. واحد زيه زي 100، ملوش أبدا كسر هنا. فدخل يؤاب إلى الملك إلى البيت وقال قد أخزيت اليوم وجوه جميع عبيدك منقذي نفسك. مين بقى اللي مسكتش يؤاب لسانه طويل؟ يؤاب مع أنه هو اللي عامل العمل، كان ممكن برضه ما توصلش لكده. لو يؤاب مثلا مسكه وحبسه ولا حاجة كانت هانت شوية، إنما يؤاب كرجل عسكري قال ده خائن لازم يموت وخدها كده وخلاص، ولم يعتبر لوصية داود. خلي بالكم، يعني هو كقائد عسكري المفروض يتحاكم، لأن القائد الأعلى قال له ترفق بالفتى أبشالوم، فده كسر صريح لأمر عسكري المفروض ده ما يموتش، إنما هو ما اعتبرش الكذب وموته. وبعدين بعد ده كله داخل يتخانق مع داود ويقول له يا أخي وجعت قلب الناس بدل ما تفرح بيهم، مش الناس دي كانت بتفديك وكلهم طلعوا عشان يحاربوا عشانك، ليه ظلمتها كده ونكدت عليهم؟ وداخل يؤاب يكلم الملك بقسوة كأن لا قلب له. في ناس كده ما تحسش بالمشاعر وتبقى قلبها حجر، وانتوا عارفين انه يؤاب ده هو اللي قتل قبل كده ابنير وقتل ادي ابشالوم، وقلب قاسي عرفش للمشاعر مكان. فدخل الى البيت وقال قد اخزيت اليوم وجوه جميع عبيدك منقذي نفسك. يعني الناس اللي أنقذوك خلتهم هيحسوا بذنب، عاوز يقول له كأنه يا ريتهم ما حاربوا عنك، كنت تستاهل اللي يجرى لك بدل الناس دي كلها عملت كده عشانك كنت ما قدرتش.
جميع وجوه جميع عبيدك منقذ نفسك اليوم وأنفس بنيك وبناتك وأنفس نسائك وأنفس سراريك. يعني كل دول كانوا هيموتوا، ومع حق في دي بصراحة، أنه لو كانت الحرب اتقلبت بالعكس ويؤاب انتصر كان يؤاب مش هيرحم حد، كان هيموت داود وكل إخواته ولاد داود. فقال له أنت مش بتبص ليه؟ برضو دي حتة مهمة. أحيانا في الأحزان الإنسان يغرق في حزنه ولا يرى شيء آخر غير الحزن. الاستسلام للحزن مش صح، لأنه كل حزن يحمل جانب آخر من الحقيقة قد يكون مفرح. حتى صدقوني رحيل الناس، إذا رحل الإنسان محبوب عندنا رحيله للسماء طبعا شيء يوجع ويجرح القلب ويحزن، إنما من زاوية أخرى وصل السماء وفرحان بربنا وانتصر وكمل جهاده. عشان كده يقول لا نحزن كالباقين الذين لا رجاء لهم. طبعا ده ما ينطبقش على أبشالوم، لأن حزن أبشالوم مضاعف بسبب هلاكه. لكن عامة الأحزان دائما لها وجه مفرح ووجه محزن. مرض صعب، المرض الصعب محزن مؤلم، إنما هناك وجه آخر في الحقيقة. دي فرصة صلاة، دي فرصة اقتراب من ربنا، دي فرصة عمق روحي، دي فرصة تلامس مع الله. ده هو ده الباب الضيق اللي يدخل الملكوت. يبقى المرض له وش صعب وله وش حلو. ضائقة مادية لها وش كئيب وحزين، ناس عايشة بالزق وعايشة بصعوبة وصعبان عليها، بس ليها وش تاني إنها تدوق حياة الفقراء وتبقى مش ماسكة في الدنيا ومتشعلقة في ربنا. كل شيء على الأرض له وجه حزين له أيضا وجه مفرح. بس الحكاية دي عاوزة إيمان. مشكلة ناس كتيرة لما تحزن تركز بس على الوجه القبيح للحزن، ما تبصش على بقية القصة. هنا الشكل الحزين أبشالوم مات، إنما الوجه المفرح داود عاش وولاده عاشوا وبيته انتصر ومملكة إسرائيل رجعت سليمة وآلاف مؤلفة يعني ربنا سطر عليهم ما ماتوش، لأن كانت هتبقى في مجزرة لو أبشالوم انتصر. إذن هناك وجه محزن ولكن أيضا في وجه مفرح. فبالرغم من قسوة يؤاب في الكلام وشدته ومشاعره الجامدة، إنما معاه حق في حته. قال له أنت أخزيت وجوه جميع عبيدك بمحبتك لمبغضيك وبغضك لمحبيك. تهمة صعبة. قال له أصل أنت قلبت الموازين، تحب اللي يكرهك وتكره اللي يحبك. هو الحقيقة بيحب اللي يكرهه ويحب اللي يحبه، فهنا نص الكلام مظبوط ونص الكلام ظلم. قال له أنت أخزيت الناس بمحبتك لمبغضيك، دي صح، دي صح، مع هو أحب مبغضيه، وبغضك لمحبيك لا مش صح. داود عمره ما كره اللي بيحبوه، لكن هو التصرف هنا كأنه مش بيحب اللي بيحبوه يعني. فهنا قال له أنت يعني تحب اللي يكرهك واللي يحبك تكرهه. برضو كون داود أحب مبغضيه، دي مش وصية في العهد القديم. في العهد القديم إيه؟ أحب قريبك كنفسك. إنما ربنا يسوع له المجد هو اللي شرحها، والقريب ده كل إنسان، هو اللي قال حبوا أعداءكم. بس يبان إن رجل الله ما تمتلأ بالروح القدس حتى في العهد القديم قلبه يبقى نقي واسع زي قلب ربنا يحب أعدائه. إذا محبة الأعداء اللي بتبدو فضيلة عالية وبعيدة هي عاوزة قلب شبعان بربنا، ممتلئ توبة وممتلئ صلاة، يبقى قلب ما يعرفش يكره. حتى من يعاديه يعامله كابنه، حتى من يعاديه ممكن يعامله كابنه ويتمنى خلاص وما يتمناش هلاكه، لأن داود ما قدرش يفرح لخبر أبشالوم أبدا. بمحبتك لمبغضيك وبغضك لمحبيك، هنا طبعا دي تهمة، داود مش ما أبغضش محبيه، ولكن لما ما نراعيش اللي حوالينا في أحزاننا كأننا مش بنحبه. يعني إيه؟
أحيانا الواحد يكون حزين أو متضايق، ذنبهم إيه اللي حواليك؟ لو بتحبهم ما تحملش عليهم، ليه توجع قلبهم معاك؟ أنت حزين، ده بينك وبين ربنا بقى. إنما في وجوه من حولك ما تبقاش حمل نفسي عليهم، لألا يقال عليك ما قيل في داود ببغضك لمحبيك. إذن حتى الحزن الإنسان الروحاني يتسامى في أحزانه، يعني يتعب لكن ما يتعبش حد، يتوجع بس ما يوجعش حد معه، يحزن للفراق جدا لكن لا يظهر هذا الحزن أمام الآخرين. يبقى هنا إنسان قوي، وده اللي عمله داود بالرغم من قسوة يؤاب وكلامه الناشف، إنما داود بالتضاع خد الكلام كأنه من ربنا وسمع الكلام. كان ممكن واحد تاني يقول له يا أخي أنت ما بتحسش، ده ابني، إنما هو داود إيه خد الكلام واعتبر دي رسالة من ربنا. بقيت كلام يؤاب يقول له إيه، لأنك أظهرت اليوم أنه ليس لك رؤساء ولا عبيد، لأني علمت اليوم أنه لو كان أبشالوم حيا وكلنا اليوم موتى لحسنا حينئذ الأمر في عينيك. كلام ناشف أوي، قال له أنت كنت عاوز تسمع خبرنا كلنا ويفضل أبشالوم عايش. هو الحقيقة معاه حق في حتة أن أبشالوم محبوب جدا، محبة كل الناس 99 والواحد ابنه، ما يقدرش يحطه في كفة وقصاده حد تاني، أبشالوم أغلى من الكل برضه. لكن ما فيش مجال أنه يقارن بين شخص وأشخاص، فهنا قال له أنت بس كنت عاوز تسمعنا كلنا ميتين وهو اللي يعيش، فالآن قم واخرج وطيب قلوب عبيدك. ده يؤاب وهو قائد عنده بيكلم الملك بطريقة ناشفة كده، قوم بقى وطيب قلوب عبيدك، لأني قد أقسمت بالرب أنه إن لم تخرج لا يبيت أحد معك هذه الليلة. انتهى الشدة. عشان كده يؤاب ده ينتهي نهاية وحشة على فكرة، لأن يؤاب في حاجات حلوة في حياته بس مليان أخطاء، من الشخصيات اللغز في الكتاب، أحيانا يتصرف بشكل كويس قوي وأحيانا تاني يتصرف كأنه ما عندوش قلب، لكن انتهى النهاية وحش. فهنا قال له قوم اخرج وطيب قلوب عبيدك وإلا أنا، وحلف قال له لو ما كنتش تخرج وتبارك للناس على المعركة محدش هيعود لك الليلة دي، كأننا كلنا نتقلب عليك بقى، ويكون ذلك أشر عليك من كل شر أصابك منذ صباك إلى الآن. فقام الملك، طبعا الملك لو خدها على كرامته كان ممكن يهيج ويثور، إنما مع الحزن الشديد والقلب المجروح فيش مكان للكرامة دلوقتي، خلاص خد الكلام واعتبر إن ده فعلا ما يخسرش بقية ولاده وبقية ناسه وبقية شعبه. فقام وتحامل على نفسه وجلس في الباب، قعدوه عند الباب كده عشان إيه، احتفال النصرة بقى، مفروض يعملوا احتفال إن هم رجعوا منتصرين. فأخبروا جميع الشعب قائلين هو ذا الملك جالس في الباب، كل الناس بقت بتتابع الأخبار، هو دخل يعيط فكله دخل زيه، دلوقتي طلع عند الباب يعني هنعمل حفلة، طلعوا كلهم يشوفوا الحفلة. فأتى جميع الشعب أمام الملك، وأما إسرائيل فهربوا كل واحد إلى خيمته. إسرائيل مقصود بها إيه؟ بقية الناس اللي مشوا مع أبشالوم هربوا طبعا، ما بقاش عارفين هيحصل لهم إيه، الناس اللي تكاتفت مع أبشالوم جريوا، لكن كل محبي داود طبعا انتصروا فرحانين. وكان جميع الشعب في خصام في جميع أصباط إسرائيل. طبعا الفتنة اللي عملها أبشالوم ما خلصتش، لأن الناس كانت لسه ملقلقة، مشيت شوية ضد داود، دلوقتي ما فيش حد غير داود، فلازم يرجعوا يسلموا بيه كملك. قبل كده كان بيتقال لهم ده راجل عجز وده راجل مش نافع كملك ومشي ورا الكلام، فدلوقتي لازم كل ده يتراجع عنه. كان خصام في جميع أصباط إسرائيل قائلين إن الملك قد أنقذنا من يد أعدائنا وهو نجانا من يد الفلسطينيين، والآن قد هرب من الأرض لأجل أبشالوم، وأبشالوم الذي مسحناه علينا قد مات في الحرب، فالآن لماذا أنتم ساكتون عن إرجاع الملك؟ يعني صوت العقل بقى ابتدى يتكلم، حتى الناس اللي مشت غلط وانبهرت بأبشالوم
بقوا يقولوا لبعض ايه احنا يعني، وكان من امتى يعني نعرف ابشالوم؟ ما هو داود هو اللي عمل لنا اسم، وهو اللي غلب الفلسطينيين زمان، وهو اللي جمع الاسباط تحت رايته، وابشالوم لما مشينا وراه اهو مات وراح لحاله. دلوقتي لازم نرجع لداود، ما فيش بديل ليه. فابتدوا يجمعوا بعض، ابتدوا يتراجعوا عن الفتنه. برضه هنا تلاحظوا ان داود ما فكرش اللحظه بعد حادثه موت ابشالوم يكمل انتقامه من اللي عصى عليه، ولا دور مين مشي مع ابشالوم ولا مين تكاتف معاه، تفرقش معاه. هو مستنيهم يرجعوا خلاص، ربنا له المجد. في ناس تجرحه بالكلام وتجدف عليه ويظل مستنيهم يرجعوا. فالآن لماذا أنتم ساكتون عن إرجاع الملك؟ وأرسل الملك داود إلى صادوق وأبي أثار الكاهنين قائلا، كلم شيوخ يهوذا قائلين، لماذا تكونون أخيرين في إرجاع الملك إلى بيته؟ الظاهر أن بقية الأسباط ابتدوا يبعثوا مراسيل يتودلوا للملك داود، يقولوا له حقك علينا، وإحنا مش كلنا مشينا وراء أبشالوم، وملناش بركة إلا أنت، وعاوزين نرجع كلنا تحت ولائك، أنت الملك اللي اختارك ربنا. الحداشر سبط بيعملوا كده. السبط الوحيد اللي تقاعس بتاع يهوذا، بتاع داود نفسه، اللي هم كان منه يهوذا واللاوي اللي هم منه الكهنة. كلم شيوخ يهوذا، لماذا تكونون أخيرين في إرجاع الملك؟ هنا معناه إيه؟ في واحد يعمل عملة كبيرة إنما يحس بذنب ويرجع، وفي واحد يتصور إن هو بتاع ربنا ويفضل آخر واحد. عارفين الآية اللي بتقول أخيرين يكونون أولين وأولون يكونون أخيرين؟ يعني إيه؟ يعني ممكن تشوف واحد بعيد عن الكنيسة وملوش في ربنا، وإنسان عايش حياته ملخبطه، وتتصور أنت بقى المتدين اللي بتيجي اجتماعات وتتناول، أنت يعني هتسبقه أكيد. مين عارف؟ ممكن يكون الأخير ده يبقى أول بعد كده، وانت اللي في المكان الاولى تروح للمكان الاخير. فهنا الرساله، انتوا ليه متاخرين في ارجاع الملك؟ انت ليه متاخر في انك ربنا يسوع يبقى ملك عليك؟ انت ما شفتش ناس بعيده عن ربنا ازاي اتعدل حالها وبقى ربنا حياتها؟ تفضل انت المتدين لسه ربنا مش مالي حياتك؟ انت بتاع يهوذا هنا يعني بتاع ربنا، المفروض تعصبت الملك نفسه. ف أحيانا نتأخر حتى عن الخطاة اللي كانوا بعيد. لماذا تكونون أخيرين في إرجاع الملك إلى بيته؟ وقد أتى كلام جميع إسرائيل إلى الملك في بيته، أنتم إخواتي، أنتم عظمي ولحم. لما الأسباط ابتدوا يجوا لداود ويستردوه، يعني داود حب يقول يهوذا أنتوا برضو أهلي، أنا مش هنساكم، ما تفتكروش أن أنا عشان هعمل وفاق مع الأسباط أن أنا هتخلى عنكم. واضح أن من زمان حكاية يهوذا وإسرائيل دي موجودة، لأن بعد داود بشوية هيبقوا مملكتين متضادتين، هتبقى زعلة بعدها كده مش هتتحل أبدا. فمن وقت داود في محاولة تقسيم يهوذا اللي دايما يجي منه الملك ضد بقية الأسباط، إنما داود بوعي شديد بالرغم من حزن قلبه داوى الموقف وحايل بتوع يهوذا وقال لهم انتوا اهلي، انتوا ناس، انا هبقى ملك ازاي على دول من غيركم؟ انتوا اولى بي. اذا كانوا هم جم يقولوا لي انت الملك، انا مستنيك، انتوا الاول قبل اي حد. اما انت عظمي ولحمي، ده بيكلم اهله بتوع يهوذا. فكانت حكمه من داود انه محدش يستقطبه وتبقى ايه في حزبية وفي انشقاق، وكان واعي أن تفضل المملكة كلها متحدة. هكذا يفعل بي الله وهكذا يزيد إن كنت لا تصير رئيس جيش عندي كل الأيام. لا، دي قبلها، أنتم إخوتي، أنتم عظمي ولحمي، فلماذا تكونون أخيرين في إرجاع الملك؟ قبلها يقول قد أتى كلام جميع إسرائيل إلى الملك في بيته. هكذا يفعل بي الله وهكذا يزيد. ابتدى يكلم عماسة. تقولون لعماسة، مين عماسة؟ عماسة ده القائد العسكري اللي حطه أبشالوم عشان يقود إسرائيل ضد داود ويهوذا ويوآب.
عماسة ده يدي قرابة لداود، فقال له يا عماسة احنا عيلة واحدة، واحنا في الأول وفي الآخر عظم ولحم، انت ليه هتعتبر نفسك انت جابها وانا جابها؟ تعالى وخليه قائد جيش عندي. لماذا تكونون أخيرين في إرجاع الملك؟ تقولون لعماسة أنت عظمي ولحمي، هكذا يفعل بي الله وهكذا يزيد، إن كنت لا تصير رئيس جيش عندي كل الأيام بدل يؤاب. هنا بقى إيه، كأن داود اتمرر من يؤاب وقرر أنه إيه ينحيه، فقال نجيب عماسة اللي الناس كلها حبته ومشيت وراه ياخد مكان يؤاب، لأن يؤاب خالف وصيتي، يؤاب قتل ابني، يقال قبل كده خان قائد جيش اسمه أبنير وقتله، يؤاب يتخطى الحدود ويخاطب الملك بمنتهى عدم الاحترام، قال له تعال عملك انت قائد جيش. فاستمال بقلوب جميع رجال يهوذا كرجل واحد، فأرسلوا إلى الملك قائلين ارجع أنت وجميع عبيدك. فرجع الملك وأتى إلى الأردن. دلوقتي موكب الرجوع، خلي بالكوا داود كان هربان برا قصر برا أورشليم بقاله شهور، عقبال ما حصلت الثورة والفتنة ودخل أبشالوم القصر وأخيتوفل وقتها، وبعدين ابتدت الحرب، كل ده لسه داود ما رجعش عرش. فابتدوا يقولوا له ارجع بقى عرشك ومكانك، الناس كلها عاوزة تحتفل برجوعك واستقرار المملكة. فرجع الملك وأتى إلى الأردن، في المركب وهو راجع لازم يعدي على الأردن. وأتى يهوذا إلى الجلجال، يهوذا يعني الشعب كبير، راح سائرا لملاقاة الملك ليعبر الملك الأرض. فبادر شمع بن جيرة البنياميني، فاكرينه زمين؟ ده الراجل اللي طلع على الجبل من كام شهر قعد يشتم داود ويرمي عليه الطوب ويقول له اخرج يا رجل الدماء يا ابن بليعال، ربنا أخيرا هينتقم لنا منك ومن اللي عملته، وكان كلام صعب قوي. وساعتها داود قال ايه؟ سبوه، الرب قال له سب داود لعل الله ينظر إلى مذلتي، وخد الأمور باتضاع شديد. طبعا داود راجع ملك والناس كلها بتهلله والحكاية ضبطت، شمع ابن جيرة ده هيروح ورا الشمس كده، فيقوم يعمل ايه بقى؟ يقوم عاوز يتودد إلى الملك بأي طريقة عشان يصلح الغلطة وإلا هيموته. فبادر شمع بن جيرة البنيامين الذي من بحوريم ونزل مع رجال يهوذا للقاء الملك داود. قبل ما يجي سبط بنيامين خالص كان هو أول واحد، سبط بنيامين ده بتاع سبط شاول، شاول الملك، فدول آخر ناس يرجعوا. هو بقى سبق وخد له شوية من الناس وحب يستقبل داود أول ناس عند نهر الأردن ويحتفل به كأنه يعني فرحان برجوعه عشان يطر الجو شوية. ومعه 1000 رجل من بنيامين، تلاقي راح وزع عليهم فلوس ولا حاجة عشان يجيبهم عشان عاوز ينقذ موقف. وصيب غلام بيت شاول، وصيب ده واحد تاني برضو، التاني ده ما كانش سهل لو تفتكروا، صيب ده عبد ملك شاول، عبد شاول الملك بتاع زمان، وصيب ده اللي كان فتن على مفيبوشس، وقال لداود مفيبوشس ما صدق ان ابشالوم قام عليك وقال بس الملك هيرجع لي وربنا هيرد لي اللي راح مني من وقت شاول ابويا، وضحك يعني خدع داود الحقيقة، لان ما في بوشس ما عملش كده. فبرضه خلاص صيبة عرف انه الخدعة هتكشف، داود هيرجع وهيعرف ان ما في بوشس كان قلبه وجعه، كان حزين على اللي حصل لداود وما خانش العهد ولا حاجة. فصيبة تاني بسرعة طلع بدري عشان يستقبل داود عشان يخفف العقوبة. وبنوا 15 وعبيد 20 فخاضوا الأردن أمام الملك، وعبر القارب لتعبير بيت الملك ولعمل ما يحسن في عينيه. قال إيه؟ جايبين له مراكب صيبة وشمعي ومهيئين الدنيا كده عشان يبقوا هم إيه أصحاب الموكب، يعني كل ده عشان يخففوا وطأة عملته. وسقط شمع بن جيرة أمام الملك عندما عبر الأردن، وقال للملك لا يحسب لي سيدي إثما ولا تذكر ما افترى به عبدك يوم خروج سيد الملك من أورشليم حتى يضع الملك ذلك في قلبه. اعمل معروف ما تفتكرش اللي أنا قلته فيك، أنا افتريت عليك وأنا ما استاهلش رضاك، وسجد له، وأصله ما عندوش مبرر هيقول له إيه،
طلعت مني من غير قصد، ده قعد يشتم شويات يعني، مش مرة ولا حاجة، وقعد يرمي طوب، وقعد طول السكة كان بيشتم، فما فيش مجال انه يبرر عملته، انما قعد يترجع، لان عبدك يعلم اني قد اخطأت. الحقيقة الانسان لما يقول انا عارف اني غلطان بتصلح حاجات كثيرة، لكن ده لا يعني بالضرورة انها ايه، انها توبة. التوبة مش مجرد كلام، التوبة لازم تكون ندم داخلي حقيقي، صدق في المشاعر. شامعي كل اللي يهمه ان داود ما يموتوش، فهو مش باكي انه حاسس يعني انه غلطان، لا هو مش حاسس انه غلطان، هو حاسس ان الحكاية دارت عليه وكده هيروح فيها، فلازم يصلح موقفه، لكن ما كانش ندم حقيقي. فكركوا برضو زمان شاول الملك لما اعتذر لصمويل النبي، ما كانش ندم حقيقي. عشان كده حاسبوا دايما من التوبة الظاهرية، في واحد ممكن يقول سوري ويحسش بغلطته، وفي واحد يقول له رب سامحني وهو ناوي يغلط تاني وهو قلبه لسه مش حاسس بالندم. فالاعتذار الشفاهي فقط مش معناه توبة حقيقية، إنما ساعات ربنا ياخد بيها مؤقتة لغاية ما يشوف هي التوبة هتكمل وتبقى حياة مستقيمة، خلاص تبقى توبة، ولا هيفضل الإنسان في شره زي ما هو وبس بيردد كلام كده كلام شكله كويس. لازم ناخد بالنا، لأن كلمات التوبة غير التوبة، ممكن الواحد يردد كلام لكن مش هو ده المطلوب. لا تذكر ما افترى به عبدك يوم خروج سيد الملك من أورشليم حتى يضع الملك ذلك في قلبه، لأن عبدك يعلم أني قد أخطأت. وها أنا ده قد جئت اليوم أول كل بيت يوسف، مش عايز يقول أول بنيامين، ده جاب بنيامين على إفرايم على منسة، ما هو يوسف كمان ورا منه سبطين كبار قوي، إفرايم ومنسة، كل دول لسه بيتجمعوا عشان يقابلوا داود وهو داخل القصر، هم طلع بدري وسبقهم كلهم عشان يعمل نفسه أول واحد في استقبال داود الملك، حركات يعني، لكن الحركات دي كلها مش وراها ندم حقيقي، هي مجرد محاولة لإنقاذ نفسه. جئت أول كل بيت يوسف ونزلت لقاء سيد الملك، فأجاب أبي شاي بن سروية، أبي شاي ده بقى أخو يؤاب القائد من القوات، قال ألا يقتل شمعي لأجل هذا لأنه سب مسيح الرب؟ هو أبي شاي بيتكلم بالشريعة حقا، من ناحية الشريعة بتاعت موسى النبي اللي يسب الملك يقتل قتلا. فأبي شاي عاوز يقول إيه، حق القانون المدني، حق الشريعة دلوقتي إن الرجل ده يموت، وبعدين تشوفوا داود يعمل إيه. فقال داود مالي ولكم يا بني سروية، أنت وأخوك يعني، ما يؤاب شديد والتاني شديد، قال له أنتوا غاويين دم وخلاص، حتى تكونوا لي اليوم مقاومين. يعني ده يوم فرح ويوم راجع والناس بتزف وبتهيص، هنموت واحد فيهم زي كده؟ قال اليوم يقتل أحد في إسرائيل؟ هل اليوم يقتل أحد؟ مش معقول، يوم يعني فرح من ربنا نسامح. أفما علمت أني اليوم ملك على إسرائيل؟ شوفوا التعبير ده، معناه كأن داود فاهم أنه لكي يملك على إسرائيل لابد أن يكون قلبه مثل قلب الله، ممتلئ رحمة وطول أناة. قال له يا أبي شاي سيبنا نرحم، خلي ربنا يرحمنا، أنا هبقى ملك على إسرائيل، هبتدي حياتي بالدم ولا أسامحه؟ ربنا رجعني وسامحني يبقى أنا كمان أسامحه. ثم قال الملك لشمعي لا تموت، وحلف له الملك. يمكن انتوا عارفين بقية القصة، بعد سنين شمعي هيموت برضه. ليه؟ لأنه بدون توبة تفضل الخطية مترحلة، هو لم يموت دلوقتي، زي اللي حصل وقت شعب إسرائيل مع موسى، ربنا غضب عليهم في نص السكة وقال لموسى سيبني أفنيهم، قال له لا لا يا رب تفنيهم افنيني معهم، قال له عشان خاطرك مش هفنيهم دلوقتي، لكن إن ما كانوش يتوبوا مش هيدخلوا كنعان. وده اللي حصل، ما فاتش 30 سنة ما دخلوش برضه، ماتوا في الآخر برضه لأن ما تابوش، إنما تأجل العقاب بسبب شفاعة موسى.
وهنا تأجل العقاب بسبب شفاعة داود. قال له مش هتموت دلوقتي، مش هتموت دلوقتي، بس انت الحل عندك، لو تبت يترفع القانون من عليك خالص الحكم، انما لو ما تبتش الحكم مؤجل، لان ربنا قاضي عادل يأجل لكن لازم ياخد حقه. لو الانسان ما تابش توبة صادقة يبقى الحكم ساري. ونزل ما في بوشس ابن شاول للقاء الملك، ولم يعتني برجليه ولا اعتنى بلحيته ولا غسل ثيابه من اليوم الذي ذهب فيه الملك إلى اليوم الذي أتى فيه بسلام. ما في بوشس لو تفتكروا كان أعرج، وأعرج بيتشال وراجل غلبان، لما الملك أكرمه بقى يأكل على مائدته. من ساعة ما داود طلع من القصر ما في بوشس طلب أنه يطلع معاه، صيبة قال له اقعد أنت هنا واتركني، وما بلغش الملك برغبة مفيبوشس انه يطلع، ده قال له مفيبوشس شمتن فيك. وصيبة ده ضحك على داود. فأتاري مفيبوشس الكام شهر اللي فات واللي داود غايب عن القصر متمرر جدا، لا راضي يحلق دقنه ولا راضي، يعني كان يبدو انه عنده قرح في رجليه، حتى ما اهتمش بعلاج نفسه، وقاعد متبهدل وحزين على داود لان داود اكرمه وداود رفعه فعنده وفاء. فما في بوشس طلع في استقبال داود بقى في اللحظة دي. فلما جاء إلى أورشليم للقاء الملك قال له الملك لماذا لم تذهب معي يا ما في بوشس؟ وما كانش يعرف لسه. قال له أنا كنت متخيل أن أنت أول واحد هتهرب معايا على قد الأكل العيش والملح اللي كلناه مع بعض. فقال يا سيد الملك إن عبدي قد خدعني، لأن عبدك قال على نفسه أشد لنفسي الحمار فأركب عليه وأذهب مع الملك، لأن عبدك أعرج، يعني كان لازم حد يساعدني عشان أهرب، ووشي بعبدك إلى سيد الملك، وسيد الملك كملاك الله فافعل ما يحسن في عينيك. زي اللي بيقول له إيه، أنا مش هدافع عن نفسي، أنا مصدق أن ربنا بيقول لك الحقيقة. شوفوا ثقة الناس دي في داود، قال له سيدي كملاك الله، يعني أنا مش هدافع عن نفسي، ربنا هيقول لك إن كنت أنا بكذب عليك ولا صيبة اللي كذب عليك، فاللي أنت عاوز أعمله فيا كفاية إنك أنت رجعت بالسلام. فداود حس بصدق هذا الرجل، إن الرجل ده فعلا طلع هو اللي صادق، وصيبة هو اللي طلع غشاش. لأن كل بيت أبي لم يكن إلا أناسا موتى لسيد الملك، أنا كنت المفروض تموتني من زمان، انت عملتني بني ادم وقعدتني على مائدتك ورفعتني، انا خونك بعد كده؟ وقد جعلت عبدك بين الاكلين على مائدتك، فاي حق لي بعد حتى اصرخ ايضا الى الملك؟ قال له الملك لماذا تتكلم بعد بامورك؟ قد قلت انك انت وصيبه تقسمان الحق. قال انا كنت اديت كلمه لصيبه بتاعك ده انه ياخد كل حاجه، دلوقتي ترجع لك الحاجه وهو يقسم الارباح معك، لأن أنا كنت اديته كلمة قبل كده. فقال مفيبوشس للملك فليأخذ الكل أيضا، بعد أن جاء سيد الملك بسلام إلى بيته. بانت من الكلمة دي صدق، قال له صدقني أنا ما عاوز حاجة، كفاية أن الملك داود يرجع أسره، أنا مش عاوز حاجة، لو صيب عاوز ياخد كل الأراضي بتاعت شاول ياخدها، بس يرجع سيد الملك بسلام إلى بيته. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين.